الواحد كل خطوة لما بتوصل لحاجة أو نجاح بيبقى بتيجي تفتكر الموضوع يبقى أسهل والموضوع بيبقى أصعب كل سنة، لأنه الظروف المحيطة كمان بتتغير. فبتبدأ إن إحنا نحاول نخلي الناس أكتر مهتمة بالرياضة، الرياضة مش يعني، ويبقى على طول الإعلام بيغطي بشكل كويس اللعيبة دي بره إيدينا، بس إحنا بنحاول نخلق بلاتفورم إن هما يظهروا فيها ويبانوا والناس تشوفهم ومهتمين أكتر بدعمهم. بعد الاولمبيكس كمان الناس بقت مهتمه بالسبورت بشكل كبير. هو من اهم الحاجات عشان الكوره تستمر هي الجزء المادي. كارير زي الشركات اللي معانا بي ام دبليو، دول بيبقوا مهتمين قوي قوي في يعني عاجبهم ان قد ايه اللعيبه مشرفين البلد في الرياضه دي. وبعدين بعد الاولمبيكس طبعا فكله مهتم انه يفضل يدعم لحد ما تيجي الاولمبيات الجايه ويبقى عندنا اكبر عدد ميداليات. كلمنا بقى على الاولمبياد، طبعا العالم بقى كله يمكن كان في فئه معينه كانت بتتفرج على السكواش، دلوقتي العالم كله بقى بيتفرج على السكواش، بقت لعبه اولمبيه. خطتنا ايه الفتره اللي جايه طبعا عشان بطوله الاولمبياد طبعا 2028؟ خطتنا احنا كقطاع خاص يعني مع الوزاره ان احنا يبقى عندنا، احنا بننظم بطوله الجونه وبننظم بطوله سي اي بي مصر الدوليه في الهرم، اللي هم اكبر بطولتين بيتعملوا في مصر ومن اكبر بطولات بتتعمل في العالم. يمكن الجونه أقدم بطولة بتعمل في مصر وأكتر واحدة كونسيستنت سنة ورا سنة.